هالايجابيه اللي عندي فيها تضايق بعض الناس يكون ايادهن سلبيه، بس اصلا هول الناس احنا ما بنحب نتمثل فيهم. صرنا على الشغل، صرنا على الكتب الثالثه، هون احنا عندنا نقطه قويه انه فينا نتحكم بمكتبنا وبزينه مكتبنا. اعملوا المكتب تبعكم يشبهكم، مثلا فيك تزين المكتب ببلانكس تما تحس حالك مزروب بالمكتب، فيك يا هبه تحطي بوستر لليونيل ميسي تستوحي منها. اما انت يا ميشا فيك تحطي صور البسس تبعك، ميشا بتسمى البسينات بسس. عم تمشي بزحله اسمه بسس واحد بزحله، اهم شيء يا ميشا تكوني منظمه وتقدري تلاقي حالك وما يضيع الكيبورد والماوس بصور بصور البسس تبعك وبورائك وبفايلاتك. لا انا بحسها عن جد كثير مضبوط، لانه انا اهلي على شو بعد عني، حتى انا كمان شغله بحطوا صور انه بتحبوه على الباك جراوند. فكرتي بشيء انت بلبستي بتغير هذا الفايل، بس اهم شيء ضلك ملاقي حالك وضلك منظمه. هي اكيد. انا هلا بالشغل وصلنا لرابع تيب، هون اكثر عباره بصحاب الشغل انه ايه شو في شكل وايه شو في بدل، بس قليل الناس اللي بجربوا يلاقوا حال. التيب ظبطوا اولوياتكم، يعني تخلصوا اهم 20% من اشغالكم بحسب هارفرد ريفيو بيقولوا انه اذا خلصتوا اهم 20% هي رح تجيب لكم اكبر نسبه من اللي نكون ايجابيه، يعني انت اذا كنت بمود ايجابيه بطريقه مظبوط تتشجع مظبوط